طبعا بغوا تعديلات. أتلي زهرة وشهرين من العمل على فستان بيونسي الأصفر. بالنسبة لي it was a huge achievement. أنا كنت في حالة صدمة، يعني طبعاً عرفت هي راح تلبس، بس هو شعور جداً مختلف لما أشوفها. The live performance كان عندي mixed emotions، يعني كنت فرحانة، كنت مصدومة، بس I was يعني over the moon أكيد يعني. وهذه أقل كلمات ممكن توصف شعور ريان السليماني مؤسسة أتلي زهرة بعد ما طلت كوين بيبي أول حفل إلها بدبي بعد غياب حوالي 5 سنوات عن الكونسرت بهالفستان اللي حمل توقيعها. قدي ضل عم يدق تليفونك من بعد بيونسيز بيرفورمانس؟ The whole night كل حد يتصل فيني ويبارك لي، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لي it was a huge achievement. وهلأ صار لازم تخبرنا عن تفاصيل هالتعاون. فريقي ستايل بي آر اللي في لوس أنجلوس تواصلوا معنا وخبرونا في فرصة ذهبية نلبس بيونسي during her performance في دبي. بدينا نشتغل على السكتشز، طرشنا لهم 10 سكتشز، من بين السكتشز طبعا على حسب مواصفاتهم اللي هم طلبوا. بعدها الحمد لله اجتزنا أول مرحلة ووافقوا على one of the sketches, it was approved. بعدها بدينا نشتغل على اللبس من نوفمبر until تحديدا 16th of January. وبعد شهرين من التحضير بلشت مرحلة الفتنج. 16th of January بدينا نسوي فتنجز بالرويال أتلانتس والحمد لله كل شيء كان تمام. طبعا بغوا تعديلات، بدينا نشتغل another one week on the modifications and we were going back and forth. صار في بينك وبين لقاء personal fitting ولا كيف صار؟ لا طبعا كان في لقاء مع الموديل that has exactly like her size مع her team. طبعا اشتغلنا معاهم والحمد لله رب العالمين everything was very smooth. It was an honor to work with them. team ولا أروع. وأكيد كان لازم نحكي عن التصميم اللي فينا نعتبره بمثابة masterpiece إن كان من ناحية اللون الفابريك أو الكات. خبريني هيك شوية تفاصيل أكتر. طبعا اللبس كان straight cut mustard acrylics، كان فيه عليه organza cape والكيب من ورا كان spiral cape كله مصنوع من الفيذرز. فطبعا this took time لأنه كله it's handwork. وغير هذا بيونسي بهالليل اعتمدت إطلالة بالأحمر من نيكولا جبران وبالبينك من فرولوف، بس اختارت الأصفر للفيرست أبيرنس وكان السيت اب كله عبارة عن لوحة فنية. انت كنت عارفة انه هيدا اول ظهور لها حيكون بيور دريس ولا ما كنت عارفة؟ لا ما كنت عارفة، بس I assumed لانه حسيت لبسي it's very difficult to wear it as a second or third piece لانه في الـ spiral cape for the time to change won't be enough.